يتصاعد الجدل في أروقة المؤسسات الحقوقية والقانونية في فلسطين بشأن قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتعلقة بالقضاء. كان عباس قد قرر تعديل قانون السلطة القضائية مستندا إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير والقانون الأساسي الفلسطيني، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن مبدأ استقلال القضاء. انتهى استقلال القضاء. هذا باختصار ما أجمعت عليه مؤسسات حقوقية ناقشت قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي عدل بموجبها قانون السلطة القضائية وأحال عددا من القضاة للتقاعد الإجباري. بصراحة اللي غيره الرئيس يعني خلى إيده أقوى على القضاء والأمن أقوى في إطار التدخل بهذا المعنى. واللي عمله الرئيس قضاة محترمين وجديين وجادين وهيك شيء جزء منهم يعني عزلوهم وأبعدوهم عن العملية القضائية. يحتج المجتمعون الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان على ما سموه هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في ظل غياب السلطة الثالثة التشريعية. أسباب اعتراضنا على هذه التعديلات التي تتيح تعطي أيضا سلطة واسعة لعزل القضاء ووضعهم في وضع مهدد في أي لحظة بإمكان إزاحة القاضي أو إحالته للاستدعاء أو إحالته للتقاعد، وهذه تمس باستقلال القاضي. اتصلنا بأكثر من قاض للتعليق على ما يجري، رفض جميعهم التعليق على القرارات، وأكد بعضهم أن الخوف من عقوبات هو ما يمنعهم من التعليق. هو يوم أسود في التاريخ الفلسطيني، هو عار، هو ردة حقيقية، وكل من يسكت أو يحاول البحث عن مواطن جمال هنا أو هناك في هذه الكلمة أو تلك وينسى السياق الجوهري العام يكون شريكا في هذه المثل. مجلس القضاء الأعلى رفض التعليق، وقال المركز الإعلامي القضائي إن دور المجلس تطبيق القوانين وليس التعليق عليها. يصف مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني قرارات تعديل قانون السلطة القضائية بقفزة جديدة في الهواء أجهزت على ما تبقى من استقلال القضاء. حقوقيون رأوا في تلك التعديلات تدميرا للقانون الأساسي وتعزيزا لهيمنة أشخاص بعينهم على مفاصل الحكم. عميد شحادة العربي، رام الله.